مرحبا. مرحبا. مراد وينه؟ بالأوضة نايم. كيفه؟ مبسوط كتير. اي منيح. بشوفك. تفضل. في شخص اسمه علي برا وبده يشوف حكمة كارجي ضروري. قلت له ما عندنا حدا بهالاسم بس ما عم بيرد. بعتيه. تفضل يا بيك. ارتاح. ليش عم تسأل عن السيد حكمت؟ بدي يحكي معه عن فراقنا. بس هو ما بيجي لهون. من فترة اجا لهون ولأول مرة وما عاد يجي لأنه بس كان بده يوظف واحد. هون حطنا الجمال، هذا اللي جابني. جميلة كانت هي الست؟ مثل ما قلت لك جنابه ما بيجي أبدا، وبصراحة ما بعرف وينه لأنه أنا مالي أي شغل معه. ليك أستاذ، بتخبره أنه يجي ماشي وضروري كمان، وإلا ما رح أرحمكم. ممكن تسجلي تليفونك؟ وأنا رح خبر المدير العام وهو بيوصله طلبك. أنا رح روح وناطر تليفون منك، واصحك تحاول تشلفني لأنه ما رح تخلص مني. ألو، آسف على الإزعاج بس في مشكلة. في زلمة إجا وبده يشوف حكمة بيك ضروري. أهلين. حكمة بيك شلونك؟ شوفي، مثل ما توقعت انت، علي أكارسو عم يحاول يوصل له. رايح لعند مصطفى بيك وسأل عنك وهو معصب وهدده. بالله عن جد؟ ايه. خبره خليه يجي بكرة لعند مصطفى. أمرك يا بيك. تحتين وهنا. مساء الخير. صحتين وهنا. مساء النور. عود اخي، ما بدك تتعشى؟ لا، اصلا انا كنت جاي اشوفكن شوي وودعكن قبل ما اروح. عن جد؟ ايه، من الاساس في عندي شغل كتير برا وكنت عم أجله مشانكن، وهلأ اطمنت عليكن لهيك مسافر. امتى مسافر؟ بعد شوي. وهالسفرة منين طلعت لنا فيها؟
يعني طالما قدرت تأجل الشغل برا هالفترة أجله هلأ أخي. تركه على راحته، بركي عنده أمور خاصة وما بده يحكي لنا هالشي. خلص خليه يحل أموره ويرجع لنا، مو هيك سهيل؟ إذا بدك الصراحة حتى لو رجعت ما رح ضل ساكن معكن هون، عم فكر إنه لعبيت تاني. ما بيصير تعمل فيي هيك أخي، أنت وعدتني تضل معي حتى لو تزوجت. معك حق، وعدتك من قبل. لا تروح أخي، خليك. ماشي الحال، خلص ما تزعل، رح ضل عايش معكن تحت سقف واحد. ايه شو عاملين على العشاء؟ كل شي بتحبه. صار لي فترة مأجل كل شغلي اللي برا، وبرجع بأجله كرمالك. جبرتني ضل، ما رح روح. أخي بيحبني كتير، واضح قديشك غالي على قلبه. ماما. شو أمي؟ أختي إليم تكون زعلانة هلا وقاعدة لحالها عم تبكي؟ وليش هيك عم بتقول؟ لما أخذني بابا على بيته زعلت كتير وصرت أبكي لحالي وخفت كمان. بس أختك ما حدا جبرها تروح ابني، هي راحت من حالة ولهيك ما رح تزعل بنوب. السفينة طالعة كتير حلوة، وصارت بتطير العقل. يا الله، بس تشوفيها ما رح تطلعي منها، وحتى الناس رح يوقفوا على الدور ليحجزوا مكان وما رح يلاقوا. أنا طالع ومشان افتتاحية بيجي بكير لجهز حالي. ماشي، بشوفك. ألو. نعم، علي بيك موجود؟ تفضلي. أنا السيد حكمة كارجي ناطرك بالشركة. طيب، بمكتب مصطفى بيك؟ اي نعم. ماشي، هلا بيجي. بس أنا حابب نروح على السوق ونغير جو. كمان بلاها اليوم. شو بدك انتي؟ أنا حابب أخذك على السوق. ما في داعي، حاجة تنقى علي، ما بدي. خلص إلين، خليني أخذك شوي. الخزانة مليانة تياب وهدول بيكفوني هلأ، وبعدين ما بدي تعب حالك، بس الطيب وقتها منروح وين ما بدك. أخي احكي لك شي كلمة. ليش؟ شوفي ليك أخي، إيلين ما عندها إلا كم قطعة تلبسهم، لهيك قلت لها امشي نروح على السوق اشتري لك شوية ثياب، بس ما رضيت. أنا بدبر حالي هلأ، وبصراحة ما بدي أتعبه لمراد. كل شي جاهز يا بيك. عندي فكرة، روحي مع سليمان على السوق، مو هيك أحسان؟ بعد ما توصل أخي على الشغل بتاخد إيلين على السوق. مثل ما بدك يا بيك. هيك بتشتري شو ما بدك وأنا ما بكون تعبت كمان. يلا أنا راح أخذك. ليكي تيتي قدي مستعجلة. أبصر شو في لحتى جاية كرفتي. صباح الخير تيتي. صباح النور يا قلبي، الله يوفقكم وييسر أموركم.
الحلو عبى بطونه وشبع؟ عبيته عبيته. أمي؟ منيح لقيتك. صحي بنتي، بدك تروحي شي؟ ايه طالعة. بالأول منحكي وبعدين اطلعي، بدي أقول لك شغلة بيناتنا. شوفي خير؟ امبارح إجا علي لعنا على البيت وقال مشارك واحد بسفينة بدهم يفتتحوها كازينو أو مطعم على أساس بكرة الافتتاحية. لهيك شرفوا إجا ليعزمنا أنا ونريمان وكمال على الافتتاحية، عرفتي؟ مبروك عليهم. لك تعي، مو هذا اللي بدي أقول لك عليه، مو مطمن قلبي لهالشغل بالمرة. ليش؟ أنا خايفة لأنه علي سحب قرض من البنك. إيه؟ وسأله كمال شو رهن كرمال يرضوا يعطوه قرض من البنك بهالسهولة هاي؟ قال له ما عندك شي ولا لتكون رهنت البيت تبعك. شو قال له؟ قال إيه، وأنا رجعت سألته أصلاً إنه رهنت البيت اللي ساكنه ولا شي تاني؟ آه تقولي سبيته شي مسبيه وطلع خلقه علينا، لهيك لعب الفار بعبي. أمي ما يكون رهن نص البيت هاد؟ أنا هذا اللي خايفة منه، لهيك جيت لعندك. بس مو معقول يعمل هيك هالمجنون. ليش ما يعملها يعني؟ ما في شي ما بيعمله. يا الله. اسمعي بنتي، مشان يرتاح بالك ويهدى بالي، من بكرة الصبح تحملي حالك انتي وطابو البيت تبعك وبتروحي على البلدية وبتسأليهم هنيك، وهنيك بيقولوا لك إذا هالبيت عليه رهن ولا ما عليه شي. عندي موعد مع حكمات. تفضل لعنده. انت حكمات كارجي؟ من وين بتعرف جميلة؟ حكمات كارجي عم بسألك من وين جاوبني؟ اتطلع بوشي ولك؟ أنا صياد. شو ساوي لك إذا أنت ما سألتني عن اسمي؟ حكمة كارجي. ارتحت؟ هي لقيته لحكمة كارجي. شو بدك تعمل؟ أنا ما بدي تهوب ناحية علي. انت فهم وبعد عن جميله، ويا ويلك اذا بتضايقها مره تانيه. اتفقنا هيك؟ في شي تاني غير هالموضوع بدك تقوله لحكمة كارجي قبطان علي؟ الله معك.
شبكي بدي شوي بصفي أموري. لسه عندي كم شغلة لحصلها هون، وأول ما خلصهم برتاح وبطير من هون دغري. تحصل؟ ما فهمتي؟ يعني لازم حصل مصاري. فهمتيها؟ كبيش؟ كبيش؟ فكري منيح، إذا بدك تروحي معي قرري اليوم. في افتتاح السفينة اليوم، شوفك هنيك. أنا هنيك برد لك خبر. ماشي. أنا ما عندي أي مانع. مرتاحة؟ ومبسوطة. كان معك حق، مراد ما في منه بالدنيا. زواجي منه كان من مصلحتي، بس أنا هلأ لقدرت. فرحت لأخي من كل قلبي. مو بس تفرح مشان أخوك، لازم تفرح لي كمان، لأنه أنا مبسوطة معه كتير. إيلين، لا تحكي هيك، لأني بعرف قبلتي بأخي كرمال المصاري وبس. صح، بس هالشي من قبل، وأنا هلأ غيرت رأيي، لأنه عرفت قديشه منيح، وحتى بلشت حبه. لا والله غريبة، الحياة مليانة مفاجآت. عن جد هيك هي. انتي فاجأتيني. ها، لا تتفاجأ ولا شي، نحن بشر ومنتغير. منيح، معناتها بس نرجع على البيت منفوت على مكتبي ومناخد اتفاقية زواجك من الدرج اللي كانت على وشك تتوقع، ومنشقها ومنكبها بالزبالة. ايه، شو رأيك؟ بدي ارجع على البيت. انو بيت منه؟ ما تحكي، بيت الرجال اللي تزوجتيه ولا بيت امك؟ ايلين، روحي واشتري وشو ما بدك، خدي اللي بدك اياه من ثياب وكنادر واللي بتتمنيه، وبعدين ارجعي، والا مراد رح يزعل. يا إخواني، يجب علينا أن ندعم إخواننا المناضلين، وأن ندعم الجنود الشرفاء الذين يحاولون الدفاع عنا بدمائهم، وأن نشارك في هذا اللقاء لندعم الفكر والهجوم لمصلحة بلدنا. يا رفاق،
القبارصة الأتراك يحاولون إحباط مخططات الإمبريالية بكامل جهدهم. ادعموا هذه الحرب من أجلهم ودعونا نشارك في هذا اللقاء. ناطرينك باللقاء. أحمد، لا تروح على اللقاء. في إحساس غريب جواتي. طرفين ما بدهم اياك بيناتهم. حتى منشور ما اجوا عطوك. وانا خايفه عليك. ما بصير. بالبدايه جماعتنا كانوا ضد المشاركه بهاللقاء، وانا اصريت على المشاركه. ما فيني روح حبيبتي. تفضلي. بدي أسألك، هذا طابو البيت اللي أنا فيه نصه مسجل باسمي، في مجال تشوف لي إذا عليه رهن ولا لا لو سمحت؟ تكرمي. ايه، محطوط كضمانة للبنك المركزي وما إلها كم يوم. متأكد أخي؟ شوفي بعينك. علي أكارسو رهن حصته من هالسجل كضمانة ليسحب قرض من البنك. تفضلي. الله لا يسامحك على هالعملة. ليش تأخرت الآن سأنجي؟ في موضوع مهم حابة إلكن علي يا شباب. أنا ما عاد فيني دربكن من اليوم. ليش أنسى؟ هيك أحسن إلي وإلكن. ليش متضايقة؟ شوفي. مالي متضايقة.
لكن شوفي تعبانة وبدي ارتاح. قومي قيسي هالثياب. مو هلا. بس بدي شوفهم عليكي. بعدين. طيب. اجا اخي. زعلانة مني شي؟ لا، متضايقة من حالي. ما بيصير هيك. انت ما قلك ذنب بنوب، كله بسبب غبائي انا. مو انت، انا ما خليت غباء لحدا. لا تتركينا بالوقت، بلاكي ما فينا نعمل شي، وأكيد ما رح نربح المسابقة. تربحوا، بس انتوا تدربوا. أنا مستحيل أربح بلاكي. صار الوقت اللي لازم تعتمد فيه على حالك. أنت مانك صغير لتحكي هالحكي. خليك واعي. والأحسن إلك وإلي اطلع من حياتك. ما فيكي تطلعي. حتى إذا بدك ما فيكي تطلعي. فيكي ما تدربيني إلي. ولا تعطي شعبتنا درس. وبيجوز ما تورجيني وشك أبدا. ولو انتقلتي من مدرستنا، ولو تركتي هالمدينة، ولو رحتي من كل البلد، من بعدي ما رح تروحي، ولا فيكي تروحي من قلبي. الشي اللي فيكي تعملي طالعين من حياتك وبس. هذا اللي بتقدري عليه. بس انتي رح تضلي بحياتي كل العمر لو شو ما صار معك. نعم. فيني فوت؟ ايه طبعا. بدك شي؟ بدي اتفاقية الزواج اللي عم تستنى التوقيع، طالعها هلا لشوفها. وين مراد؟ نايم.
كنت موقعة من زمان. إذا ما وقعتيها كمان ما لا أي قيمة. بس كمان فيك تشقى وتكبى لأنه ما لا أي قيمة. ولهالسبب خلينا نعطيها قيمة، مو أحسن ما تنشق وتنكب؟ قديش في أوراق هالاتفاقية؟ قطعتكم؟ كنت عم دور على إيلين واجيت لأسألك عنها. داريا هون. طيب تعال فوت. كانت عم توقع. على شو؟ خلينا نعترف لأنه لقطنا بالجرم المشهود. جرم شو؟ شو بدنا نساوي؟ أخي ما عاد في مهرب. ما فهمت شي. أنا وإيلين كنا عم نحضر لك مفاجأة. وما كنا ناويين نحكي لك إياها. بس أنت لقطنا. ولهيك الاعتراف بالذنب فضيلة. ليش أخي هيك عم يحكي؟ يلا بقى إيلين اعترفي. شغلتولي بالي، حكولي وخلصوني. طيب احكي أنا مو أحسن؟ أول شي لازم تعرف مين اللي بدأ، لأنه كل هالفكرة فكرتي. إيلين وقت اللي قلت لي عليها من زمان ما قبلت وتضايقت، بس بعدين رضيت. لو سمحت سهيل. لا رح احكي له كل شيء. لو سمحت هلا. مو معقول نتفق وما يعرف بهالشيء. شان الله فهموني. شوفي شوف هاي الورقة. إيلين وقعتها، وبصراحة ما كنا بدنا نقلك. لأنه لو قلنا لك ما رح تكون مفاجأة. مفاجأة شو؟ أنت وإيلين. مسافرين على باريس. باريس أخي؟ إيه باريس. روحوا لهنيك شهر عسل. بس أنا كيف بدي روح وأنا مرضان هلأ؟ ما شفت؟ عملنا حسابنا على كل شيء مشانك.
واتفقنا مع الاوتيل اللي راح تنزلوا فيه كمان. هنيك راح يأمنوا لكم كل وسائل الراحة والخدمات الطبية كمان، وما في أي سبب يمنعكم. والله فرحتني. يسلموا أخي. الله يسلمك. شكرا. أهلا وسهلا، تفضل، شرفتونا. يا هلا، أهلين، أهلا وسهلا. أهلين فيك. أهلين عم، كيفك؟ أدهم لهلا ما وصل، وينه؟ ما تخاف، هلا بيجي. أدهم تأخر كتير معك. أنا ما بيعرف ليش تأخر كل هيك. خليك مع المعازيم، مو حلوة تتركهم. خير، شو بدك؟ جاي تعملي مشاكل؟ اصلا انت ابو المشاكل اللي ما كنا نخلص منها ابدا. شو مساوي انا؟ مو مشان تشتري هاي السفينه، رهنت البيت اللي مستوره فيه انا واولادك لك، حتى بدون ما تقلي ولا تسال عن حدا، تتصرف من حالك معقول؟ انا ما عملت لك شيء وتصرفت بحصتي انا، فهمتي؟ والنص الثاني
تاني لإلي، وبعدين ولادك مسؤولين فيه. بشو زيتك إذا عملت شغل بحصي؟ بهالمشروع بكسب مصاري وبسد ديوني كمان. بنكي ما زبط مشروعك. لو هيك البنك بحط إيده على حصتي مو حصتك، شو دخلك؟ لك أنت فكرني غبية؟ البنك بيطالعني من البيت وبيعرضوه بالمزاد العلني. مالك ملاحظ المشكلة اللي حطيت لي فيها؟ بس أنت شو فارقة معك؟ ما بيهمك غير حالك، لأنك واحد حقير وأناني وحيوان كمان. أنت بقولك علي اتركني يا أخي، أنا حيواني يا حقيرة؟ أنت كنتي وش النحت علي، بس هلا غيره بتشوفي. إذا هذا الصياد حكمت في عنده شركة كبيرة، أنا عندي سفينتي وبحطه هو وعيلة كارجي بجيبتي، فهمتي؟ ما تحكي، اطلعي فيني. فاجأتي ما؟ عرفتي مين بيكون هذا الصياد؟ مفكرة حالك أنت وياه بتقدروا تستغبوني بتلعبوا من ورا ظهري؟ آه! ما رح أنسى لكم هالشي، أنا بعرف كيف رد لكم إياها، وبكرة بتشوفي مين القبطان علي، فهمتي ولا؟ يا ريتني ترملت، كان أشرف من وجودك هلأ. نقلعي!